من البشره لازم انا احتبس، ابعد عن التعرض لاشعه الشمس فتره الظهيره. لازم اشرب ميه كتير. اتناول سلطه خضراء يوميا. ممكن اغسل وشي بصابون جليسرين. الناس اللي بتدخن تبعد عن التدخين. والتغذيه الجيده. دي اهم حاجه. كمان بنضيف حاجه جديده مهمه، اللي هو النوم بدري وثمان ساعات متواصل. تمام. لان لاحظنا النوم المقطع بيأثر على البشره جدا وعلى الشعر. بالنسبه للسؤال الثاني، الشعر. الشعر. يعني طبعا اذا كان في سقوط شعر لازم الاول اشوف اسبابه، هل في مشاكل داخليه، انيميا، في مرض، في مرض فرط بقى. انما لو ما فيش اي امراض خالص، الظاهره بتحصل ناس كتير، طبعا بناخد فيتامينات اللي هي كبسولات الفيتامينات المتعدده، كبسوله بعد الغداء كل يوم. وبعدين انا هقول هديني كرام حاجه لطيفه ليهم دلوقتي، وصفه طبيعيه، تركيبه بيعملوها. التركيبه دي بتتكون من اربع زيوت طبيعيه: زيت الزيتون، زيت اللوز الحلو، زيت السمسم، زيت بذور الجزر. كميات متساويه من كل حاجه، ويعمل خليط كويس. التركيبه دي بعمل تدليك لفروه الراس بالليل قبل ما انام، انام دي تاني يوم الصبح قبل ما اشتغل. اعمل الكلام ده مرتين في الاسبوع زي مثلا 2 و5. ده يعمل ايه يا دكتور بقى؟ ده بيساعد على تنشيط الدوره الدمويه فروه الراس، وبالتالي يمد بشرات الشعر بكميات كبيره من المعادن والفيتامينات اللازمه لنمو الشعر بطريقه طبيعيه وطوله. مع الفيتامينات،